اسمي غادة محمد عبد الله، كلية تربية نوعية جامعة بنها، قسم إعلام. الأولى 4 سنين جبت 89 و85 من 10%. لما روحت يعني من فترة قبل ما أروح التكريم بتاع سيادة الرئيس، روحت إدارة الجامعة وسألت على خطة تعيين، أنه ما فيش خطة تعيين السنة دي. فأنا كنت أقدم ماجستير، فقلت ايه يعني، كنت خايفه بصراحه، مش عارفه اقدم ماجستير، يعني اقدم ماجستير ولا ما اقدمش، اكمل ولا ما اكملش. وبعد كده جيت التكريم بتاع سياده الرئيس، فهم قالوا ان احنا هنروح الاسماعيليه، فقلت اروح مع زمايلي وكده. رحت وبعد كده جيت التكريم، كانوا بيدربونا بقى على المسار بتاع معالي. وبعد كده في وسط المسار واحنا ماشيين، كانت الجامعه بتاعتي جامعه بنها هي اللي عليها الدور في العرض، فانا كنت واقفه بين في اخر صف. فالمهم مره واحده لقيت نفسي سبت المسار وجريت ناحيه معالي. لما روحت كانت ساعتها الوزراء، كان الوزراء قاعدين، وجا حد من حراس معالي كان خايف مثلا اكون مثلا يعني شايله حاجه او حاجه من الناس مثلا اللي بيعملوه كده. فقلت له انا معيش حاجه، انا بس عايزه اسلم على سياده الرئيس. فبعد كده سيادة الرئيس بقى لما شافني عايزه اسلم عليه وكده، قال له سيبها، وقام وسلم عليا. وانا قلت له انا بحبك جدا يا سيادة الرئيس، وكان نفسي اكرم مع حضرتك، وانا بحب حضرتك جدا، وده شرف ليا وكل اهلي وبلدي. فماما معالي بقى قال لي وده شرف لي انا كمان، انت زي بنتي، وانا مبسوط جدا بيكوا وبتميزكوا وتفوقكوا، يا رب دايما في تقدم. فبعد كده بقى انا قلت له بقى انه قلت له ان انا كليه تربيه نوعيه جامعه بنها، وقلت له ان انا عايزه اتعين. فبس كنت بقول له انا يعني منهاره شويه. فالرئيس بقى قال لي حاضر انا اعينك. قلت له يعني هما يعينوني؟ قال لي اه ان شاء الله يعينوك، انا هخليهم يعينوك. فبعد كده بقى سيادة الرئيس قعدني جنبه، كنت بصراحة قام وساب لي مكانه وراح قعد برضه في نفس الصف بس آخر كرسي. بعد كده بقى أنا قمت قعدت برضه في نفس الصف بس مكان سيادة في آخر كرسي، وقعدت سيادة الوزير جنبه. فبعدين لقيت على طول أول ما قعدت في الكرسي لقيت حد من الوزارة بتاعت الرئيس، قال لي أنت كنت عايزة إيه؟ قلت له أنا كنت عايزة أتعين. قال لي عايزة جامعة إيه؟ قلت له أي جامعة، انا عايزه اتعين وخلاص. فالمهم ايه، خد صور البطاقه وكده. فبعد كده سياده الوزير قال لي انت كنت عايزه ايه؟ قلت له انا كنت عايزه اتعين. قال لي كنت جيتي وانا كنت هعينك. فبعد كده بقى لما سياده الرئيس مشي وكده، لقيت بقى الوزراء كلهم بصراحه جم وصوروا البطاقه وخدوا رقم تليفوني، وسياده الوزير محمد مرسي الجار رئيس جامعه برج العرب التكنولوجيه اداني رقمه، وقال لي اول ما تروح ان شاء الله من الاسماعيليه كلميني وان شاء الله هعينك. فاول ما روحت اتصلت بمعالي، فرد عليا وقلت له انا غاده محمد عبد الله، كنت مع الرئيس في التكريم. قال لي ازيك يا غاده، عامله ايه، انت كويسه؟ قلت له اه الحمد لله. قال لي سياده الرئيس بيعزك جدا، وكان زعلان قوي لما انت عيطتي وكده، ان شاء الله هنعينك. فقال لي ان انا ان شاء الله هتعين في جامعه اسكندريه في برج العرب. وقال لي، فانا لما كنت في وسط وانا بكلمه ساعه الحفله بقول له يعني انا هتعين؟ قال لي اه ان شاء الله 11. فانا لما كلمت معالي قال لي هاتي الورق، قلت له ان شهاده التخرج لسه ما طلعتش، انا معايا بيان النجاح وبقيت الورق. قال لي هاتي بيان النجاح لحد ما ان شاء الله شهاده التخرج تطلع ونعينه. قلت له ماشي. قال لي انت سياده الرئيس بيعزك جدا وموصي عليك وكل الوزراء. تقولي حاجه تاني؟ انا بس عايزه اشكر سياده الرئيس بصراحه يعني اللي هو عمله معايا وكده، وان هو هيلبي لي طلبي ويعيني.